الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلن البنك المركزي في العراق شروعه بفتح قنوات تعاون مالي مع الهند لتسهيل عمليات التحويل الخارجي للتغطية على استيرادات العراق التي تبلغ حوالي 4 مليارات دولار. وذكر بيان للبنك أنه سيتم فتح حسابات مصرفية في المصارف الهندية المعتمدة لتسهيل عمليات التحويل الخارجي لتغطية استيرادات العراق التي تبلغ 4 مليارات دولار، بما يسهل ويسرع عمليات التحويل للتجار المستوردين العراقيين، فضلا عن مناقشة تجربة الهند في الدفع الإلكتروني وتوسيع الشمول المالي إلى مستويات متقدمة. كشفت مصادر نيابية عن دخول 15 مليار دولار إلى موازنة كردستان العراق من عام 2018 وحتى الآن كإيرادات نفطية. وأكدت المصادر أن حكومة أربيل صدرت 820 مليون برميل من النفط الخام خلال فترة حكمها منذ عام 2018 ولغاية 2023، مشيرة إلى أن إيرادات هذه الكمية من تصدير النفط تبلغ 41 مليار دولار، عندما كانوا يبيعون النفط بأقل من 5 دولارات من النفط العراقي. وأضافت المصادر أن موازنة كردستان العراق لم يدخلها سوى 35%، مشيرة إلى أن 65% المتبقية قيدت تحت أبواب مستحقات شركات محلية وأجنبية وكلف نقل. أفادت السلطات اللبنانية بوصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 جنوب البلاد، والذي يقع على الحدود مع الكيان الصهيوني. وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية إن باخرة التنقيب عن النفط والغاز التابعة لشركة توتال إنرجي الفرنسية وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها. من جهتها قالت شركة توتال في بيان إنها متفائلة بوجود ثروات في حقل قانا في البلوك رقم 9، وهي على بعد خطوات قليلة من الاستكشاف. كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير. وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام هبطت في الأسبوع الماضي إلى 439 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاعات لوكالة رويترز بانخفاضها إلى 2,300,000 برميل. وأضافت الدائرة أن استهلاك مصافي التكرير العام ارتفع 167 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.9 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي. أعلنت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية فيتش عن خفضها لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط لحوالي 10 اقتصادات متقدمة. وأشارت فيتش إلى أنه من المرجح أن يكون هناك انخفاض مستمر بمعدلات المشاركة في القوى العاملة نسبياً لاتجاهات ما قبل الوباء داخل أمريكا وبريطانيا. وكانت فيتش في شهر حزيران الماضي قد قررت تخفيض درجة بيئية التشغيل البنوك الأمريكية من AA إلى AA سلبي، مستشهدة بالضغط على التصنيف السيادي لأمريكا إلى جانب الفجوات بالإطار التنظيمي وكذلك عدم اليقين الهيكلي حول تطبيع السياسة النقدية. والآن إلى أسعار العملة الأجنبية مقابل الدينار العراقي، وكذلك إلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز للقاء.